إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا إخوان الكرام؟ أحوالكم إن شاء الله تكونوا بخير، بسلام، صحة وعافية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة بارك الله فيكم لتتوصلوا دائما بأحدث فيديوهات هشام هاشم. وأيضا أي سؤال في الأسفل سوف أجيبكم إن شاء الله، وأي شخص يسأل السلام عليكم يبدأ مباشرة، لا ينتظر أن أقول له عليكم السلام كيف حالك وأنت كيف حالك، إلى يعني الجواب يأتي بعد 3 أيام. يترك سؤال تحية المسلمين ثم سؤال وإن شاء الله سوف أجيبك مباشرة. بالنسبة للإخوان الذين يعني يتعاملون مع اليوتيوب، هذا درس خاص باليوتيوب، يعني قصير جدا ولكن سوف أفهم لكم نقطة كي لا يعني يعتقد أن اليوتيوب تقوم بسرقتكم أو الأدسنس يقوم بسرقتكم. لا، أن الأشخاص يعني حين يقومون بالدخول إلى اليوتيوب أناليتيكس خاص بالتقارير الأرباح، تكون هناك تقارير أرباح مقدرة، يعني تجد مثلا 200 دولار، تمام، 200 دولار، ففي آخر شهر أو يعني يوم 11 أو يوم يعني في آخر يوم 11 أو 12 تجد أن الأرباح لم تصل إلى 200، وصلت مثلا 180 دولار، مثلا وصلت 180 دولار، فأنت هنا يكون عندك إشكال، أين هي 20 دولار؟ كيف اختفت 20 دولار مثلا؟ كذلك من يعني 40 دولار ووصلت له 31 أو 36 دولار. فيجب أن تعلموا أن في سياسة أو يعني المكان الخاص في مساعدة اليوتيوب، سوف أضع لكم الرابط يعني المصدر الكلام الخاص الذي يتحدث فيه، أنها تخبر بأن يعني في مكان خاص بالأرباح المقدرة، يعني حين تدخل سوف تجد كلمة أرباح مقدرة تقرير الأرباح في يوتيوب أناليتيكس، سوف تجد أنهم يخبرونك في الأسفل في الكامل، يخبرونك أن الأرباح التي تأتيك التي تظهر لك في يوتيوب أناليتيكس هي فقط أرباح مقدرة، هذا فقط أرباح مقدرة، ربما تكون زائدة على ذلك، ربما تكون أقل من ذلك، والذي يعني يبين لك حقيقة الأرباح الخاصة بك هي الأرباح النهائية التي تظهر في مدى في حسابك الأدسنس، وليست التي تظهر في اليوتيوب، تمام؟ يعني إذا ظهرت لك 200 دولار فاعلم ربما تكون 220 دولار، ربما تكون 180 دولار، ربما تكون 170 دولار، لا تدري، إلا إذا تم نقلها مباشرة إلى حساب الأدسنس. فلهذا الآن أجبت يعني بعض الإخوان الذين يسألون عن هذه النقطة، أنا أجبتكم الآن وأعتقد قد انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.